لأجلك اليوم جئنا بالطبيب هنا ليرشد اليوم حجاجا ملبينا. فصحة المرء تؤتي المرء مقدرة على التعبد والأفضل تحوينا. فانهل علاجك قبلا وارتشف أثرا وامنح لجسمك بعد الله تحصينا. فانهل علاجك قبلا وارتشف أثرا وامنح لجسمك بعد الله تحصينا. لأجلك اليوم جئنا بالطبيب هنا ليرشد اليوم حجاجا ملبينا. فصحة المرء تؤتي المرء مقدرة على التعبد والأفضل تحوينا. فانهل علاجك قبلا وارتشف أثرا. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوعنا اليوم حنتكلم عن الحج وصحة القلب أو أمراض القلب. كما يعلمون أو كما يعلم السادة المشاهدين أمراض القلب متعددة جدا. أمراض القلب تشمل عضلة القلب، شرايين القلب، وكذلك كهربة القلب، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم. بالنسبة للحج هو شعيرة مهمة جدا بالنسبة لنا كمسلمين، ولكن الناس اللي يعانوا من أمراض القلب يعني يتمنى منهم أنهم يمروا أو يزوروا أطباءهم قبل ما يقوموا أصلا بزيارة الأماكن المقدسة لتأدية فريضة الحج. أعتقد الجلوس مع الطبيب ومناقشة أمر الحج مهم جدا، لأنه أنا ما أعتقد أن كل مرضى القلب حيتمكنوا من أداء الفريضة. هذا ليس تهبيطا، ولكن بعض المشاكل القلبية ما نحبذ أنه المريض وخصوصا الحاج يجهد نفسه. فأعتقد أنه مروره على الطبيب ويأخذ الضوء الأخضر من الطبيب أنه يقوم بهذه الفريضة المقدسة واللي فيها بعض الجهد مهم جدا. ثاني شيء، إذا حصل على تقرير طبي فهذا شيء مهم جدا، يكون التقرير الطبي يوضح الحالة اللي يعاني منها المريض. والشغلة الثانية، إذا ممكن أن يكون معاه مثلا رباط على اليد أو شيء مهم يقال فيه أنه هذا مريض قلب أو عنده سكر أو كذا، هذا مرة مهم جدا. الحملات أعتقد أنها أغلبها يكون فيها طبيب، مراجعة طبيب الحملة برضه مهم جدا. ما نتكلم عن أمراض القلب كأمراض قلب، إحنا نتكلم عن أمراض شرايين القلب. شرايين القلب هذه تكون المريض شخص already مسبقا، فعندنا حالات مستقرة وحالات غير مستقرة. حالات الغير مستقرة اللي هي أمراض شرايين القلب كجلطات حادة في القلب أو ذبحة صدرية غير مستقرة، هذه نمنعهم من أداء الحج لمدة أقل شيء يكون مضى المشكلة 6 أسابيع. أما الناس اللي حالتهم مستقرة القلبية من ناحية الشرايين فما عندنا مانع، إذا تعدوا 6 أسابيع ممكن يؤدوا فريضة الحج بحذر شديد. أغلبهم يكونوا عملت لهم قسطرة القلب، ركبوا دعامات، أو بعضهم مروا بعمليات جراحية أو ترقيع شرايين التاجية. الناس اللي عملوا عمليات جراحية يعني نبغى منهم يكون مضى على وقت العملية من 3 إلى 6 أشهر عشان يقوموا بعملية الحج، لأنها فيها بعض الجهد. الناس الثانيين اللي هم الناس المصابين بارتخاء في عضلة القلب، ودائما نتكلم عن عضلة القلب اللي هو على قوة عضلة القلب اللي نسميها بالإنجليزي ejection fraction أو contraction of the heart، اللي قوة الانقباض في عضلة القلب. الناس اللي أكثر قوة عضلة القلب عندهم أكثر من 30 أو 35 ما عندنا مشكلة أنهم يحجوا ويعطوا بعض المجهود. عضلة القلب الطبيعي 55%، فوق 30 35 ما في مشكلة، لكن الناس اللي تحت 30% في بعض التحذيرات. وبعض الناس تكون عضلة القلب عندهم ضعيفة من 15 إلى 20، حنا ما نحبذ أنهم يحجوا. عندهم أدوية معينة وأشياء معينة وتحذيرات معينة. ندخل بعد عضلة القلب وأمراض الشرايين في الناس اللي عندهم ضغط الدم، لازم يكونوا مشخصين بالضغط وتكون أدويتهم معاهم وبانتظام، ويبعدوا عن الأشياء اللي تؤدي إلى ارتفاع الضغط كبعض الجهد القوي أو الاسترس
الشديد سواء من النوع الإجهاد الذهني أو الإجهاد العضلي ممكن يكون مؤثر على مريض ضغط الدم ويبتعدوا عن الأملاح الكثيرة، ودائما نحب أنهم يشربوا سوائل. المشاكل الثانية اللي تتعلق بأمراض القلب وبرضه مهمة في الحج هي الناس اللي يعانوا من خفقان وزيادة كهرباء في القلب. الخفقان يتشكل أو يكون من نوعين، خفقان حميد وخفقان غير حميد اللي هو عدم انتظام في ضربات القلب أو ما نسمي بالارتجاف الأذيني. هذول الناس دائما يكونوا على أدوية السيولة زي وورفارين كيومدين، وفي أدوية جديدة الآن بنعطيها لسيولة الدم. هذول مهم جدا، والإجهاد عندهم يعني نبغاهم يعني يتجنبوا الأماكن اللي تكون فيها لا سمح الله طيحات أو أشياء حادة لأنه نخاف عليهم من النزيف. فنصيحتنا للحجاج عموما والناس اللي عندهم أمراض القلب أنه التشخيص يكون واضح، يكون معه تقرير طبي، الأدوية تكون معه أدوية كافية، إذا كان فيه طبيب في الحملة يراجع الطبيب لأي أعراض موجودة أو جدت عليه أثناء عمل الحج. الدولة الله يحفظها ما قصرت، يلاقوا مستوصفات ومستشفيات، حتى عمليات القسطرة موجودة الحمد لله ومتوفرة في مكة. عند إحساس مريض القلب بأي آلام كآلام الذبح الصدرية أو ألم في الصدر أو تعرق أو ضيق في النفس يجب عليه مراجعة الطبيب بأسرع وقت. ومن الأشياء اللي تكفلت بها الدولة الحمد لله رب العالمين، يعني كثير من المرضى اللي بنعرفهم في الأطباء اللي بيروحوا للحج أنه المريض الآن ممكن يسوي قسطرة وتأخذ الدولة حتى بإسعاف ويوقف في عرفة وهو في الإسعاف. فهذه من الأشياء اللي وفرتها الدولة ونحمد الله على هالنعمة اللي حنا فيها. بالنسبة للأدوية القلب، أنا الأدوية أشدد عليها دائما خصوصا مريض القلب. مريض القلب اللي عملنا له قسطرة دائما نعطيه الدوائين للسيولة، واحد منهم اسمه بلافكس والثاني الأسبرين. أغلب الناس يعرفوا الأسبرين. في أدوية جديدة زي برلنتا ولا إيفينت برضها مسيلة للدم. أنا أعتقد أي مريض بيأخذ هذول الأدوية ما يخليهم في البيت ولا ينساهم، خصوصا إذا هو مركب دعامات نخاف عليه وقت الإجهاد أنه لا سمح الله يصير في تخثر داخل الدعامة المعدنية اللي في الشريان التاجي وندخل في مشاكل تجلطات أو تخثرات. فأنا أشدد على المرضى الحجاج سواء من المملكة أو خارج المملكة اللي يسمعون أنه الأدوية هذولا حقت الشريان التاجي والدعامات تكون متوفرة معاهم لفترة بقائهم في الحج. إن شاء الله تكون متوفرة في المستشفيات اللي موجودة، وأنا متأكد أنها موجودة، لكن نفضل أنها تكون مع المريض كمية كافية. الشيء الثاني، الناس المرضى اللي عندهم الشريان التاجي كثير منهم يعانوا من آلام الذبحة الصدرية. آلام الذبحة الصدرية في عندنا دواء اسمه نيتروغليسرين، هذا بيتعطى يا بخاخ تحت اللسان أو حبوب صغيرة 5 ملغرام تحت اللسان. نوصل المريض أنه يأخذه عند اللزوم إذا حس بألم في القفص الصدري في وسط الصدر، يذكره بآلام القلبية أثناء دخوله لا سمح الله وقتها في الطوارئ أو كذا. دائما مريض القلب يعني يكون أكثر من غيره خبرة في آلام الذبحة الصدرية. دواء النيتروغليسرين سواء حبوب أو بخاخ يكون بعيد عن الشمس، يأخذ المريض وقت الأزمات لا سمح الله، وبعد كذا على طول يراجع طبيب الحملة ويحتاج احتمال أنه يحتاج بخة أو بختين، الثالثة لازم يروح الطوارئ، أو إذا ما في بخاخ يأخذ الحبوب النيتروغليسرين لتوسيع الشريان التاجي، وهذه تسعف بإذن الله هي والأسبرين، وتسعفه بكمية يعني تعطيله توسيع في الشرايين التاجية وتخفف عنه الآلام على بال ما يروح للطوارئ. الأشياء الثانية اللي هي أدوية السيولة خفقان القلب مثلا الارتجاف الأذيني or atrial fibrillation، بياخذوا وورفارين كيومدين. هذه الأدوية زي ما قلنا قبل شوي إنها مهمة أدوية السيولة، فزي ما قلنا بالنسبة للشريان عندنا دواء السيولة حق كهرباء القلب. الوورفارين مهم جدا، تنظيم الجرعة مهم جدا في نفس التوقيت اللي كان بياخذه قبل الحج يكمل على نفس التوقيت، وإذا احتاج أنه للضرورة يسوي تحليل إذا ما عنده الجهاز ممكن يراجع أي مستوصف أو مستشفى وقتها في المشاعر المقدسة حيسووا له التحليل للآي إن آر. نجي على أدوية الضغط. أدوية الضغط عند مرضى الضغط مهمة
التوقيت لا يخربطوا في التوقيت، نفس التوقيت اللي كان بياخذه قبل ما يوصل للمشاعر المقدسة أعتقد أنه يواصل عليه. وزي ما قلنا قبل شوي نحتاج أنه الجسم يكون مليء بالسوائل، نبتعد عن اللي هو dryness or volume depletion اللي هو قلة السوائل، لأنه الأماكن تكون مكشوفة بعض المرات، شوية حرارة في الشمس فيكون في جفاف نوعا ما، فدائما ننصحهم أنهم يكثروا من السوائل بقدر المستطاع، وبشرط أنه ما في أصلا عندهم تورمات في الجسم. هذه الأشياء بالنسبة لتوقيت الدواء وأخذ الدواء في الوقت المناسب، وأنه يحافظ المريض أنه يكون عنده كمية كافية من الأدوية، هذه أشياء مهمة جدا. يعني نتمنى من الحجاج أنه يحافظوا على صحتهم، والحمد لله حتكون الوسائل العلاجية متوفرة في الأماكن المقدسة لكل الحجاج وبدون مقابل. وفي نهاية هذه النصائح للحجاج بيت الله الحرام، أنا أعتقد زي ما قلت من البداية نتمنى أنه كل مريض يكون عنده شيء يدل على أنه فيه بعض أمراض القلب، سواء بتقرير طبي أو يكون عنده أسورة أو شيء معلقة معدنية يكون فيها بعض الإرشادات، مراجعة الطبيب الوحدة أو الحملة في أي لحظة يحس بآلام تكون متوفرة الأدوية معه بكمية طيبة، ويبتعد عن الأماكن اللي فيها ازدحام شديد لقلة الأكسجين. ونتمنى لكم حج مقبول وسعي مشكور. بالطبيب هنا ليرشد اليوم حجاجا ملبينا، فصحة المرء تؤتي المرء مقدرة على التعبد والأفضل تحوينا. فانهل علاجك قبلا وارتشف أثرا، وامنح لجسمك بعد الله تحصينا. فانهل علاجك قبلا وارتشف أثرا، وامنح لجسمك بعد الله تحصينا. لأجلك اليوم جئنا بالطبيب هنا، ليرشد اليوم حجاجا ملبينا، فصحة المرء تؤتي المرء مقدرة على التعبد والأفضل تحوينا. فانهل علاجك قبلا وارتشف أثرا، وامنح لجسمك بعد الله تحصينا. فانهل علاجك قبلا وارتشف أثرا.